هلا وغلا. قبل ما أبدأ الفيديو حاب أوجه الشكر لشركة أكتيفيجن بأن أعطتنا فرصة أن نجرب لعبة كراش بانديكوت 4. وأيضا حطوا في بالكم النسخة اللي لعبتها هذه هي نسخة ديمو، يعني احتمال حاجات كثيرة تتغير في النسخة النهائية من اللعبة. والحين خلونا نبدأ رحلتنا في ديمو كراش 4. والحين خلونا نبدأ المرحلة سنو واي أوت. أول شيء بيقابلك فيه قدرة القناع الجديدة، وقبل ما أتكلم عن فكرته خل أول شيء أقول لكم كيف عجبني جداً طريقة أن لما أول ما تدخل المرحلة تمشي يطلعك القناع من العدم، يعني كأنه جاك من بعد ثاني. صراحة عجبتني الفكرة هذه كثيرة والتفاصيل. القناع عبارة عن قدرة تبطئ الوقت، لما تاخذه كراش راح يلبس لبس جديد يوضحك أن قدرة القناع مفعلة. المميز هنا أن القناع ما له وقت استخدام، يعني تقدر تستخدمه زي ما تبي، لكن تضطر أنك تنتظر ثواني لشحن القدرة بعد كل استخدام. في حاجة ضرورية لازم تفهمونها، قدرة القناع هنا ما هي مثل شيء تاخذه وبس. فكرته أنه يجيك في أماكن معينة في المرحلة ولازم تستخدمه عشان تعدي المكان، وبعد ما ينتهي المكان راح تختفي القدرة من نفسها. وأجمل شيء تستخدمه في حل الغاز البسيطة، مثلا في صناديق وقت تتفعل لما تضرب صندوق العلامة التعجب الحمراء، وراح تكون مفعلة لعدة ثواني. طبعا هنا لازم تستخدم قدرة تبطئ الوقت عشان تقدر تضرب الصناديق أو تستخدمها وترقى فوقها. وأيضا لو وقفت الوقت ومشيت فوق صناديق النايترو ما راح تفجرهم بسرعة ويمديك تمشي عليهم. وطبعا كل ما تتقدم في المرحلة راح تجيك تحديات وصعوبات جديدة، مثل كتل الثلج اللي لازم توقفها عشان تمشي عليهم، وأنواع الأعداء المختلفة. والمرحلة فيها أماكن سرية أيضا، مثل هنا تاخذ جوهرة، وهنا تروح تلقى صناديق إضافية. وأيضا موجودة علامة الاستفهام اللي هي المرحلة الإضافية اللي تعودنا عليها في ثلاثية كراش، وهنا تضطر تستخدم القدرة عشان تقدر تحل اللغز اللي قدامكم. خلونا نشوف مع بعض كيف بحل اللغز بسرعة. وبعدين راح توصل مكان تلقى السفينة قدامك تتفجر من نفسها ويفتح لك طريق جديد. خلوا هذه في بالكم، بنرجع لها بعد شوي. طبعا في عداد تجمع الصناديق كلهم، واضافوا ايضا عداد الفاكهة الومبا بعد. خلصت المرحلة وجمعتهم كلهم بس ما صار لي اي شيء، يمكن عشان ادمو ونسخة نهائية يمكن راح تحصل على مكافأة في النهاية. اما الان خلونا ننتقل لمرحلة ثانية اللي هي مرحلة داينو داش. فكرتها قريبة جدا من مرحلة ديناصورات في كراش 3، بس في قدرة قناع جديدة تاخذها، وفكرتها انها تغير اماكن الاشياء قدامك. مثل ما تشوفون الصناديق اللي شكلهم اطار ازرق فاضي هم دليل على ان لو استخدمت القدرة راح تجيك صناديق مكانهم، وحتى الفطر العملاق ايضا تقدر تخفيه وتطلعه وهكذا. خلونا نشوف بسرعة كيف اعدي المكان هذا باستخدام القدرة. اول شيء اتزلج وانزل تحت عشان اخذ صندوق، وبعدها ارقى فوق واستخدم القدرة عشان اظهر واخفي الاشياء بسرعة حسب الحاجة لها. والحماس هنا انه لازم يكون عندك ردة فعل سريعة عشان تقدر تعديها. وبعدها بيجيك هذا المكان. هذا المكان مت فيه اكثر شيء في الديمو، والسبب انه لازم تفهم فكرته وتوازن بين القفز والتزحلق فوق المنصات اللي تتحرك على اللافا. جدا صعب كان وحماسي، بس مع الوقت تعودت عليه وصرت اسويها بسرعه. وايضا في جوهره مخفيه هنا. والان لننتقل لمرحله سنو واي اوت، هذه المره عن طريق اللعب بشخصيه دكتور ان كورتكس. ايوه سمعتوا صح، راح تقدر تلعب بشخصية كورتكس العدو اللدود الكراش، وتستخدم قدرات جديدة وحركات جديدة في تخطي المرحلة. وهنا خلوني اختاره من برا المرحلة، بس في اللعبة النهائية راح تتبدل الى اللعب فيه اثناء لعبك في المرحلة الاساسية. ومو بس كورتكس، في شخصيات ثانية ايضا تلعب فيهم لكن مو رونا الا كورتكس حاليا. طريقة اللعب في كورتكس ممتعة جدا. حركته يقفز قفزة واحدة ويستخدم المسدس وعنده الدفاع في الجو.
المسدس يستخدمه عشان يحول الأعداء إلى منصات يستخدمها. لو أطلقت مرة واحدة يتحول العدو إلى منصة ثابتة، وإذا أطلقت المرة الثانية يتحول العدو إلى منصة جيلاتينية تستخدم في القفز عليها، وإذا أطلقت المرة الثالثة يتحول المنصة إلى الوحش من جديد. هذا بيفيدك كثير في تخطي العوائق، لأن كورتكس ما عنده قفزتين مثل كراش، وأيضا الاندفاع بيستخدم للتنقل السريع بين المنصات مثلا. خلونا نشوف هنا كيف استخدم القدرات عشان أوصل الجوهرة المخفية. وهنا خلونا نشوف كيف استخدم القدرات عشان أعدي من حقل نايترو. وبعدين نوصل لمكان نشوف كورتكس مع ريموت فجر فيها السفينة عشان كراش. شفتوا كيف؟ قدرنا نعرف الحين السبب كيف تفجرت السفينة فجأة وحنا كنا نلعب بكراش. وبعد ما يجي ينتهي هذا المقطع راح ترجع تلعب بكراش وتكمل مرحلة عادية مثل ما كملتها قبل. لكن في فرق كبير جدا، ان غيروا اماكن الصناديق وضافوا نوع صناديق جديده يطلق نار، وهذا الشيء اعطى المرحله احساس جديد وتحديات جديده. هنا وصلنا لنهايه الديمو. صراحه الحماس عندي اشتعل اكثر بعد لعبي فيه، وتحمست اشوف ايش بيكون في اللعبه الكامله وايش الافكار الجديده راح تقدم لنا اياها فيها، خصوصا ان في انواع ثانيه من الاقنعه ما نعرف عنها ولا نعرف شو تسوي، وشخصيات ثانيه ايضا في اللعبه قالوا انها بتكون موجوده بس ما ندري منهم ولا ندري ايش بيسوون. اول شيء راح اجاوبه وهو متاكد السؤال لناس كثير حابه تعرف اجابته، هو كيف الاداء بيكون في اللعبه. من اللي شفته في اللعبه واللي راح تشوفونه، الاداء حسيته 60 اطار في الثانيه مع بطء قليل جدا في الفريمات. وللامانه ما عندي جواب تام عن الرقم الصحيح، لاني لما سألتهم قالوا لي حالياً ما يجاوبون على أسئلة متعلقة بأداء اللعبة، بس من اللي شفته وحسيته الأداء كان ممتاز جداً، أفضل بكثير من ريميك ثلاثية كراش اللي لعبناها. وثاني سؤال أيضاً متأكد الكثير بيسأله هو كيف التحكم؟ لأن في ريميك الثلاثية ناس كثير كانت تشتكي من التحكم وكيف إنه صعب اللعبة بزيادة. طيب أنا سعيد جداً أني الحين أقدر أقول لكم وبكل ثقة، التحكم في لعبة كراش بانديكوت 4 من أفضل التحكمات اللي شفتها في أي لعبة بلاتفورم. القفز فيه محكم جداً، بحيث أي قفزة تسويها لها ثقل ووزن معين ما يتغير، وأيضاً تقدر تغير اتجاهك في الهواء أثناء القفز بكل سهولة. وأضافوا دائرة صفرة صغيرة توريك وين كراش راح يهبط بعد القفز، وراح يفيدك هذا الشيء كثير في تخطي الحواجز المتحركة. وأيضاً الركض والمشي في اللعبة صار أكثر أحكام وثبات على الريميك الثلاثية. لو في درجة فوق الممتاز كان عطيتها بكل بساطة تحكم كراش 4. بيرفكت، شيء مو صاحي. خلوني أتكلم بشكل سريع عن فكرة اللعبة، وهي أن كراش وكوكو راح يروحون إلى خطوط زمنية مختلفة في المراحل، وراح ترجع تلعب بعض المراحل مرة ثانية لكن بتكون بخط زمني مختلف وأحياناً شخصيات مختلفة أيضاً. هذا فعلاً راح يعطي إحساس بالتجدد في المراحل والتنوع أثناء اللعب. للأسف القصة ما وضحت لنا بشكل تام، لكن لها علاقة كبيرة بالتنقل بين الخطوط الزمنية والعوالم المختلفة. اللعبة بيكون فيها نظامين تختار بينهم أثناء اللعب، نظام المودرن ونظام الريترو. نظام المودرن هو أنك راح تلعب بالمرحلة من غير وجود أي فرص فيها، يعني مهما تموت ما راح تجيك شاشة الجيم اوفر وراح ترجع الى التشيك بوينت كل شوي. اما نظام الريترو فبيكون نفس نظام العاب كراش كلاسيكية بالضبط، بحيث بيكون في فرص واذا خلصت تجيك شاشة الجيم اوفر. كل الطورين فيهم عداد يحسب كم مرة مت في المرحلة، وما عندي اي علم صراحة ايش فايدته، بس اللي فهمته ان الافضل تخلي عدد الموتات اقل شيء في المرحلة. يمكن لما تنهيها بعدين في اللعبة الكاملة بيكون في جوهرة خاصة لها او يمكن تروفي خاص لها. الجدير بالذكر انك في اللعبه الكامله راح تقدر انك تلعب من بدايه اللعبه لنهايتها، تختار يا كراش او تختار اختها كوكو. وايضا حاب اقول ان كل شيء كان موجود في هذية كراش راح تلقونه هنا، من تحديات الوقت والمفاتيح والاشياء الثانيه الرهيبه اللي كانت تعجبنا، لان المطورين بذلوا قصار جهدهم انهم يخلونكم تعيشون نفس التجربه والاحساس لعبة الثلاثيه، لكن برسوم افضل وتحكم افضل بكثير. ومن اللي شفته ولعبته اقدر اقول انهم يسيرون على الطريق الصحيح. إذن هنا تنتهي رحلتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا وأتمنى استفدتوا، وأيضاً اكتبوا تحت في الكومنتس إيش أكثر شيء عجبكم في اللي شفتوه، وأيضاً إيش الحاجات اللي متحمسين تشوفونها في اللعبة النهائية. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة. كم مرة هزمت ذلك المهرج؟ ثلاث.
حقا ثلاثة؟ غريب، بدت أكثر.